بدي انتقل للانسه نانسي اوسكول. نعم احسن ما نحكي تركي كمان. اوسكول. نانسي، انا تعرفت على نانسي على فكره بالصدفه رهف. انا كنت في تقريبا الساحه الهاشميه عند المدرج الروماني، وبعدين دخلت على محل للتحف الشرقيه، وبعدين اكتشفت انه هذا واحد من اقدم المحلات اللي موجوده في الساحه. مزبوط. صحيح. كم سنه صار المكان موجود؟ تقريبا مفتوح. 65 سنة. عام. نعم نعم ما شاء الله. وهذا المكان كان لرحمه والدي. نعم. ووالدك ايضا سرياني. طبعا والدتي سريانيه. والدتك سريانيه ونحن سريان. كان هو يمتهن صناعه حرفه الفضه، صياغه الفضه. هلا عندك الحكي. والدي مشهور وكان بنفس الوقت يعني صايغ، وكان يعطي دورات عن كيف صياغة الفضة يعني الشغل في القدس، ومن ثم جاء على عمان وفتح المحل في عمان، وكان يشارك في أكثر من معارض في الأردن. في مهرجان جرش شارك ممكن مرتين أو ثلاثة، ونعرف ونشهر يعني بصياغة الفضة. وما زال نشوف أمثلة من شغله بدنا نستعرضهم أكيد على الهواء مباشرة. قديش شغل أنيق يعني الشغل هاي، بيجي يعني زي أسلاك من الفضة وبتنعمل قطعة بعد قطعة، مش ماكينة، شغل يد. كلها فضة شغل إيد. ومن توفى الوالد رحمة الله عليه أخذوا. شوف أنا حابب أشوف السيف قديش فيه شغل، يأخذ وقت الخنجر بالشغل، فيه الشغل مش معقول يعني شو من دقيق. من 4 إلى 6 شهور القطعة بتأخذ 6 أشهر الكبيرة عمل. نعم الصغيرة أسبوعين ثلاثة لشهر. نعم يا ستي مزبوط، يعني توفاه الله والله يرحمه، ولكن شوف أعماله كيف بتضل باقي هالأيام. مين بيشتغل مثلاً هذا الشغل الرائع يعني؟ ومن توفى كمان الوالد رحمة الله عليه أخذوا القطع اللي كان يشتغلها وحطوها في المتحف الروماني. موجود من قطع والدك في المتحف الروماني، في القطع في المدرج بناء على وزارة السياحة والآثار. نعم. طلبوا أنه يكون القطع مع الصورة مع النموذج يعني كيف كان الشغل وحياته وطريقة العمل تبعته. قديش اليوم نانسي بتشعري انه كونك متواجدة في متجر التحف الشرقية، قديش اليوم بتشعري بانه في اقبال من قبل سواء المواطنين او السياح الاجانب والعرب اللي بيزوروا عمان وبالاخص بيزوروا منطقة الساحة الهاشمية والمدرج الروماني؟ يعني في اقبال جيد على الفضة، وخاصة الشغل لليد بالنسبة للامريكان واوروبا، يعني بيحبوا شيء يكون مشغول يدوي، ما بدهم مثلا سوري صناعات تانية مثل تشاينا وهيك، لا بحبوا يكون من الأردن، شيء بتعلق بالأردن بتراث الأردن، الصاغة الأردنيين يتعرفوا عليهم. بعدين والدي بتطلب منه أي شيء بيعمل لهم، كان يعمله. وما زالوا هلا أولاد عمي وإخواني بيشتغلوا بهذا الشيء، يعني عندنا أكثر من محل، عندنا محل في فلسطين نفس الشيء. هذا مهم انه هذا التراث عماله بتناقل. نعم. من جيل الى جيل. انا بتعرفي خطر على بالي بس عم بتفرج على المعلقه والشوكه وهدول صناعه يدويه من الفضه. نعم. يعني كانه ماكينه اللي عامله وقص الزخرفه، بس هي شغل يد مش ماكينه، شغل هذا شغل يد. يعني لو ماكينه ما سوته هيك. نعم 100%. حلو كثير. يعطيكم الصحة نانسي، انتي واخوانك، وانا دائما بقول اللي خلف ما مات، يعني انتم خير الابناء لانكم مفتخرين بشي يعني من والدي، والله يرحمه ترابه. وكنت بس بحب انه يعني هذا البرنامج ينعرف شو شغله ومين هو. مزيد المزيد من الاستمرارية لك ولعائلتك في هالمتجر. احنا الان نتوقف رهف مع فاصل ومكملين مع ضيوفنا، وكمان مزيد من الفقرات انتظرونا مع حلقة خاصة عن السريان.